السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شركة المختار. النهاردة عندنا عروض قوية جدا على الملايات، عندنا أسعار تبدأ من 100 جنيه، أغلى حاجة هنعرضها النهاردة هتبقى السعر 150 جنيه، عندنا حاجات هتبدأ من 100 جنيه لغاية 150 جنيه، نبدأ نفرج حضراتكم على موديلات حاجات جميلة جدا جدا، الموديلات بألوانها وتفاصيلها، يعني عندنا موديل زي ده حضراتكم زي ما أنتم شايفين شكله حاجة جميلة جدا، موجود منه اللونين، موجود منه اللون ده وموجود منه اللون الاصفر الجميل جدا ده، والملايه زي ما انتم شايفين التطريز فيها عامل ازاي جميل جدا. كمان عندنا الموديل ده يا جماعه حاجه كده جوبرات على الطرف، والملايه طبعا قطن حاجه جميله جدا، موجود منها اللون ده اللي هو البينك وموجود منها اللون الروز، طبعا زي ما انتم حضراتكم شايفين التطريزات. الحاجات دي اللي انا بعرضها لحضراتكم 150 جنيه سواء الموديل الاول او الثاني. زي ما انتم حضراتكم شايفين معانا الموديل الثالث ده موجود منه كذا لون، اللون ده طبعا الموف الغامق ده طبعا الناس كلها محتاجاه وبتدور عليه، السعر برضو 150 جنيه يا جماعه. شايفين جمال الالوان عامله ازاي، حاجات شيك جدا والسعر 150 جنيه. ده اخر لون معانا في الموديل، شايفين شياكته وجماله. الحاول الالوان دي قبل ما تخلص عشان ما تاخدوش في الالوان اللي مش حلوه، الالوان دي والله كلها تحفه والسعر برضو نازل فيها ب 150 جنيه. كمان الملايه دي طبعا زي ما حضراتكم شايفين تطرزاتها، الحاجات دي كلها اللي بفرجها لكم دي اورجانزات، موجود منها طبعا اللون الاصفر والموف والاحمر في النبيتي ده، بص شياكه اللون عامل ازاي جميل جدا. انا بحاول افرجكم على التطريزات نفسها وفي نفس الوقت بوستر الملايه، اللون الفوشه طبعا والروز والاصفر معانا. كمان معانا الموديل ده برده شيك جدا ومتخطط برده يا جماعه، نزل ب 150 جنيه. ادي شكل الملايه زي ما حضراتكم شايفين البوستر، وكمان شياكه الالوان كلها الوان تحفه، الوان اجمل من بعض. كمان يا جماعه الموديل ده نزل ب 150 جنيه، طبعا الناس اللي متابعانا عارفه الاسعار، الاسعار دي كانت غاليه جدا الاول. الحقوا الحاجات دي، بص شياكه الموديل عامله ازاي، والسعر يا جماعه ب 150 جنيه وما زال منه الوان كتير، يعني موجود منه اللون البصر والاحمر والابيض واللي هو البنك، الوان اشيك من بعضها وكلها نزلت السعر 150 جنيه. نرجع كمان نجيب الصف الاولاني ده يا جماعه من البدايه، كمان الملايات دي يا جماعه اتخفضت نزلت ب 150 جنيه، حاجة شيك جدا 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 وموجود منها كمية ألوان حاجة روعة. عندنا الفوشيا والأزرق، وبصوا ألوان قد إيه، أكتر من 15 لون في الموديل نفسه. ممكن نمشي بالراحة بس عشان نقدر نوضح التطريزة واللون للناس، يعني شايفين تطريزة الموديل عاملة إزاي؟ بنحاول نقرب لكم على التطريز بحيث إنكم تشوفوا بروز التطريز عامل إزاي، وألوان منها كتير جدا جدا. كمان الموديل ده يا جماعة برضه اتخفض نزل ب 150 جنيه، قمة في الشياكة، ده زي حاجة زي قماش التنجيد كده اللي هي الأورجانزات مع الستان نازلة في الكنار في الجنب والملاية في الوسط قطن، موجود منها ألوانات كتير برضو زي ما حضراتكم شايفين وتشكيلات كتير منها، نزلت برضو يا جماعة ب 150 جنيه، حاجة قمة في الشياكة. كمان ده موديل جديد برضو منها، برضو نازل سعره ب 150 جنيه، حاجات والله كلها تحف زي ما حضراتكم شايفين الشكل، نازل بكام يا جماعة؟ ب 150 جنيه وبس. كمان يا جماعه هفرج حضراتكم دلوقتي على حاجات كتير، ندخل العلبه دي خليك هنا. طب الاول كمان الموديلات دي يا جماعه نزلت برده ب 150 جنيه، بس مفيش دي منها حوالي غير اربع الوان بس موجودين من الموديل، طبعا موديل شيك جدا زي ما حضراتكم شايفين رسمته، والسعر يا جماعه نزل بكام؟ بقى ب 150 جنيه، موجود منه اللون الاصفر والاخضر واللبني. ونرجع بقى من اول الصف عشان نجيب موديل تاني برده بحاجه جميله جدا. شايفين يا جماعه الموديل اللي فوق ده؟ طبعا الموديل ده كلكم يعني الناس عارفاه، كان الموديل ده الاول مكتوب عليه شركه المختار. ده الموديل ده نازل بخامه ثاني بحاجه ثاني، والسعر برده يا جماعه اتخفض بقى ب 150 جنيه، موجود منه الوان كتير وزي ما حضراتكم شايفين التطريزه بتاعته حاجه جميله جدا جدا، موجود منه الاصفر واللبن والروز والموف والاحمر، يعني كذا لون من حوالي 11 لون برده موجودين من نفس الموديل. كمان يا جماعه الموديل ده برضه اتخفض بقى ب 150 جنيه، يبقى احنا كل الموديلات اللي بنتكلم فيها دلوقتي سعرها اتخفض بقى ب 150 جنيه، هعرض لكم حاجات دلوقتي ب 120 جنيه وحاجات ب 100 جنيه برضه ان شاء الله هتعجبكم. شايفين الموديل فيه منه كام لون وكام تطريز حاجه جميله جدا. كمان الموديل الاخير اللي فوق ده هنا برضه اتخفض نزل ب 150 جنيه، حاجه قمه في الشياكه وموجود منه الوانات. شايفين شياكة الموديل؟ والسعر يا جماعة نزل كام؟ 150 جنيه. طبعا تلحقوا الحاجات دي قبل ما تخلص، في منها ألوان كتيرة ألوان مميزة جدا زي ما حضراتكم شايفين،
وكمان يا جماعه مفاجاه برضو، الموديل ده اللي كان ب 250 جنيه نازل برضو ب 150 جنيه، والكلام ده لفتره محدوده، خلي بالكم عشان الحاجات ما تخلص. شايفين شياكه الموديل، حاجه جميله جدا 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 طبعا للعرايس، ده هيبقى حاجه شيك خالص، والسعر 150 جنيه. وبحاول اوريكم التطريز نفسه على الملايه عامل ازاي، يعني انا وريتكم البوستر والتطريز بنعرضه بحيث انكم تشوفوا شايفين كل حاجه. طبعا وكمان في ملايات اطفال هنا نازله تحت ب 150 جنيه، وفي كمان الموديل ده يا جماعه نزل برده ب 150 جنيه، حاجه شيك جدا برده زي ما حضراتكم شايفين. وفي منه الوانات ياما، الوانات كتير زي ما حضراتكم شايفين، ونازل ب 150 جنيه. كمان في الموديل ده يا جماعه برده نزل ب 150 جنيه، وكلها خامات قطن، مقاسات كبيره، حاجه هتعجبكم خالص. كمان يا جماعه الموديلات دي بقى كلها نزلت بقت ب 120 جنيه من فوق لتحت. الموديل طبعا في منه الوان كتير زي ما حضراتكم شايفين، مش لون واحد، يعني ممكن نجيب البوستر الاول والالوان بتاعته بحيث الناس تعرف ايه الالوان اللي موجوده. يعني البوستر شايفين منه كام كميه الوان، حوالي 9 الوان او 10 الوان في كل موديل، والسعر يا جماعه بقى ب 120 جنيه. حاجات جميله جدا وكلها اسعار مخفضه، الحقوا العروض دي يا جماعه قبل ما تخلص. كمان يا جماعه في عندنا الموديلات دي، موديل زي كده برضه نزل ب 120 جنيه، منه الوانات كتير طبعا ورسومات كتير، كلها نازله الحاجات دي متخفضه ب 120 جنيه. دي الوان الموديل طبعا، في الفستق والبيج والابيض والالوان الجميله جدا والتركواز، يعني شويه الوان جمال جدا في الموديل. والسعر كام يا جماعه؟ السعر برضه 120 جنيه. كمان الموديل ده زي ما حضراتكم شايفين شياكته، نزل السعر 120 جنيه، وممكن نجيب تطريز الملايه لان كمان الملايه اوضح التطريز فيها. كمان في الوان كتير جدا منها زي ما حضراتكم شايفين، الوان كتير، والسعر يا جماعه برده كله نزل ب 120 جنيه سعر الملايه زي ما حضراتكم شايفين. كمان يا جماعه في الموديل ده برده السعر يا جماعه نازل 120 جنيه، حاجه كده روعه، الواناتها شيك جدا، وادي تطريزه الملايه، بصوا الجمال بتاع التطريز عامل ازاي. وكمان لو جبناها لكم في الوان تاني بحيث ان التطريز داخل بالوان مختلفه مع الموديل عشان يبقى شكله اوضح، شايفين الشكل عامل ازاي. والسعر يا جماعه برده نزل ب 120 جنيه. وكمان يا جماعه الموديل ده برده اتخفض معانا بقى ب 120 جنيه، موديل شيك جدا جدا، حاجه جميله خالص. وسعره كام؟ 120 جنيه. هفرجكم دلوقتي برده على ملايات سعرها ان شاء الله باذن الله 100 جنيه. طبعا الموديل في منه الوان كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين، يعني مش لون واحد، الوانات كتيره، والسعر برده مخفض يا جماعه ل 120 جنيه. كمان يا جماعه الموديل ده شايفين شياكته برده نزل ب 120 جنيه، طبعا في منه كميه الوان كتيره، وطبعا شايفين تطريز نفسه على الملايه داخله فيها خامتين، حاجه منقوشه مع الساده، عامله شكل جميل جدا جدا، وسعرها برده متخفض ب 120 جنيه. وكمان الوانات الموديل باقيه كتير، هذا ما حضراتكم شايفين اكتر من 10 الوان في الموديل، والسعر نازل ب 120 جنيه. كمان يا جماعه نيجي نتفرج بقى على الحاجات ام 100 جنيه، الحاجات دي كلها يا جماعه اتخفضت بقى سعرها 100 جنيه، حاجات تحف وحاجات جميله، والسعر نازل ب 100 جنيه. شايفين حضراتكم الموديل ده حاجه شيك جدا، ونازل سعره برده ب 100 جنيه، ومنه كميه الوان، عندنا موجود منه الابيض والرمادي والفوشيا، وموجود الاصفر، وموجود البيج والموف، واللي هو اللون البصلي والاحمر، يعني موجود كميه الوان من الموديل مش لون واحد. والتطريز دايما انتوا حضراتكم شايفين شياكه التطريز، حاجه جميله جدا جدا، ونازل برده السعر ب 100 جنيه وبس. كمان الموديل ده زي ما حضراتكم شايفين السعر برده نزل يا جماعه برده ب 100 جنيه، وموجود منه الوانات كتير جدا زي ما حضراتكم شايفين، وكلها تطريزات حلوه، والسعر كان 100 جنيه. وكمان يا جماعه الموديل اللي فوق خالص ده موجود منه اللون الابيض بس، موجود منه اللون الابيض، والسعر برده نزل بقى ب 100 جنيه، وشكل التطريزه روعه زي ما حضراتكم شايفين، شكل التطريز جميل جدا، والسعر نزل بكام؟ بقى ب 100 جنيه. كمان يا جماعه عندنا موديلات ثانيه هعرضها لكم، حاجات شيك برده، السعر ب 100 جنيه، يعني موديل زي ده برده حاجه جميله جدا، والسعر 100 جنيه، ومنه الوان كتير جدا طبعا، الوان وحاجات كلها شيك. وكمان الناحيه دي كلها من فوق لتحت برده السعر نازل ب 100 جنيه. مليات طبعا مساحتها 230 في 220 زائد 2 مخده زائد 2 خداديه، والسعر متخفض ل 100 جنيه. ويا رب عروضنا تنال اعجابكم، وانتظرونا ان شاء الله فيديوهات كتير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.